تعاطي المخدرات والأدوية والكيمياء عامة بتأثر على مستوى فيتامين إي في جسمك، فهيكون متاح جدا إنها تعمل تفاعلات مع فيتامين إي في الجسم. أهلا بيكم في حلقة جديدة من المعمل، أنا أحمد نجيب، النهاردة هنتكلم عن فيتامين إي. خلينا بس متفقين كده إن إحنا كل فيتامين هنتكلم عنه هيشمل الحاجات دي. أول حاجة تاريخ الفيتامين، هنتكلم عن إزاي اكتشف الفيتامين ده وإيه الحادثة اللي حصلت علشان يكتشفوا الفيتامين ده. تاني حاجة هنتكلم عليها وظائف الفيتامين، وظائف الفيتامين من حيث إن الفيتامين ده بيشتغل إزاي وبيشتغل إمتى. بعد كده هنتكلم عن مصادر الفيتامين. مصادر الفيتامين طبعا هتشمل المصادر اللي انا باخد منها الفيتامين ده، بيكون متواجد في اغذيه زي ايه. بس عايز اقول لكم على حاجه، كل العناصر المعدنيه والفيتامينات اللي موجوده في الدنيا موجوده في الاغذيه، فانت مش هتكون مضطر ان انت تاخد اي مكمل غذائي. بعد كده هنتكلم عن الكميات، الكميات دي طبعا هتكون على حسب السن. بعد كده هنتكلم عن اعراض النقص والفيتامين ده لما بينقص في جسمنا ايه اللي بيحصل، واعراض الزياده ولما بيزيد الفيتامين ايه اللي بيحصل. يلا بينا نفصص كده ونبدأ بتاريخ الفيتامين. في سنة 22 ابتدوا يلاحظوا ان العيوب المنجبية الموجودة في الفئران بتستجيب للعلاج بمادة مستخلصة من الزيوت النباتية، فاكتشفوا ان المادة دي هي فيتامين اي، وتعرف ساعتها فيتامين اي على انه مادة مضادة للعطو ومضادة للتأكسد. وقعدوا 16 سنة يفكروا ازاي يصنعوا فيتامين اي كمادة خام. يا نهار اسود. في سنة 38 ابتدوا يصنعوا في الفيتامين، شوف فيتامين اي بيرجع لمادة تسمى التوكوفيرولات. عارف لما تكون في حاجة قديمة جدا مركونة عندك، حاجة حديد او صلب او وات ايفر، الحاجة دي مركونة عندك من فترة وبيتراكم عليها الصدأ. الصدأ ده بيعمل ايه؟ الصدأ ده بيبدأ يتراكم عليها ويفضل ياكل فيها ويكسر الحاجة دي. تمام؟ انت متخيل ان عمليات الاكسدة اللي في جسمك بتعمل نفس التأثير على خلايا الجسم؟ واو. عمليات الأكسدة والشيخوخة المبكرة بتعرض لخلايا الجسم لجزيئات تسمى الراديكالات الحرة. الراديكالات الحرة بتضعف وتكسر الخلايا السليمة. الراديكالات الحرة بتساهم في الإصابة بأمراض السرطان وأمراض القلب، ولكن الراديكالات الحرة دي بتكون نتيجة لعمليات الجسم، نتيجة طبيعية جدا لعمليات الجسم، ولكنها بتضعف خلايا الجسم. ولو أنت ليك نمط حياة معين عايش عليه ومش عارف تتخلص منه، زي مثلا الناس اللي بتشرب سجاير كتير، والناس اللي هي مضطرة انها تتعرض لكميات كبيرة من ملوثات الهواء، والناس اللي شغلها بيتطلب منها اضطراريا ان هي تكون موجودة لفترات كبيرة جدا تحت اشعة الشمس، العوامل دي بتزود من اعداد الراديكالات الحرة. ولكن هنا بتيجي وظيفة فيتامين اي. فيتامين اي مضاد اكسدة قوي جدا فوق ما تتخيل، بيساعد طبعا في تقليل الضرر من الراديكالات الحرة وبيقلل من عملية الشيخوخة المبكرة. بعد فترة من البحث على الحيوانات وإجراء التجارب عليها اتنسب لفيتامين اي أدوار معينة، اتنسب له خلي بالك، زي مثلا ان ليه القدرة على منع الإصابة بأمراض القلب والالتهابات الأوردة والحمى الروماتيزمية، وليه القدرة على تقليل الضمور واضطرابات الدورة الشهرية عند النساء، وليه القدرة على منع تسمم الحمل والإجهاض المتكرر بالعقم وأمراض الثدي الكيسية. ولكن من الوظائف اللي فعلا ثبت إن فيتامين إي بيعرف يعملها، وبيقلل من أكسدة الأحماض الدهنية الغير مشبعة، بيحافظ على خلايا جسمنا من إنها تتلف أو يحصل لها تآكل أو يحصل لها تكسر أو وات إيفر من اللي بتعمله الراديكالات الحرة فيها. وكمان مفيد جدا في منع الشيخوخه المبكره والاصابه بمرض السرطان، ده غير انه بيقوم بتحفيز الجهاز المناعي ومنع اكسده فيتامين اي علشان يكون موجود بصوره اعلى. فيتامين اي من الاغذيه اللي بتبقى موجوده اوريدي في معظم الاغذيه. خلينا نكون متفقين على معيار موازن بين كميات الهواء، المعيار ده الانكليزيه زي ما عندنا جوجل بيقول اونس، الاونس ده رمزه اوزن، اوكي؟ بيمثل 28.349 جرام. بذور عباد الشمس المحمصة اللي هي الليب، أونس واحدة منها بتقدم لي 7.4 ملي جرام. البندق اللذيذ بتاعنا أونس واحدة منه بيقدم لي قد إيه؟ بيقدم لي 4.3 ملي جرام. الفول السوداني بتاعنا، فول سوداني محمص لذيذ يا جدعان، أونس واحدة منه بيقدم لي 2.2 ملي جرام. اللوز ليك كده، لوز اللوز يا صاحبي، أونس واحدة منه بيقدم لي 6.8 ملي جرام من فيتامين اي. سبانخ نص كوباية مغلية من السبانخ بتقدم لي 1.9 ملي جرام من فيتامين اي. البروكلي نص كوباية من البروكلي المفروم المغلي بيقدم لي 1.2 من فيتامين اي. الكيوي لو واحدة كده متوسطة الحجم دي بتقدم لي 1.1 من فيتامين اي. المانجا نص كوباية من شرائح المانجا
بتقدم لي 7 من 10 ميلي جرام من فيتامين اي. الطماطم، ثمرة طماطم متوسطة كده جميلة بتقدم لي 7 من 10 ميلي جرام من فيتامين اي. بالنسبة للكميات اللي هنحتاجها من فيتامين اي، بالنسبة للبيبي اكيد من بداية الولادة ل5 شهور هيحتاج 3 ميلي جرام يوميا، من 5 شهور لسنة هيحتاج 1 ميلي جرام يوميا. الكلام ده مش صحيح، هيحتاج 4 ميلي جرام يوميا. بالنسبة للأطفال فمن 2 لـ3 سنين هيحتاج 6 ميلي جرام، من 4 سنين لـ10 سنين هيحتاج 7 ميلي جرام. بالنسبة بقى للبلاغين فمن 11 سنة لغاية 50 وأعلى من 50 للذكور هنحتاج 10 ميلي جرام يوميا. بالنسبة للإناث من 11 سنة لغاية 50 وأعلى من 50 برضو هنحتاج 8 ميلي جرام يوميا. بالنسبة للحوامل فهنحتاج 10 ميلي جرام يوميا. بالنسبة للمرضعات أول 6 شهور من الرضاعة هنحتاج 12 ميلي جرام، تاني 6 شهور من الرضاعة هنحتاج 11 ميلي جرام. نقص فيتامين اي ممكن يكون نتيجة لحالة دفينة، بمعنى ان ممكن يكون في حالة من الحالات بتمنع جسمك من امتصاص الهرمون، وزي ما احنا عارفين طبعا ان فيتامين اي من الفيتامينات اللي بتدوب في الدهن، فلو الدهن مش بيمتص جسمك مش هيعرف يوصل لك فيتامين اي. ومن الامراض اللي بتحصل بسبب نقص فيتامين اي التهاب البنكرياس المزمن وحالة اسمها الكوليستاسيس، وبيسبب تليف كيسي ومرض يسمى كرونز. انا تعبت. وفي بعض الحالات بيكون نقص فيتامين اي نتيجه لحاله وراثيه لتبادل جينات بيكون متورث يا اسطى. الحاله دي بتعتمد على الاعصاب وطريقتها في التحكم في العضلات وطريقه تنسيقها جوه الجسم. عامه نقص فيتامين اي مش منتشر لانه موجود في اغذيه كتيره جدا، موجود في معظم الاكل اللي احنا بناكله تقريبا، فما تقلقوش يعني. وفيتامين اي للنقص هيبقى نتيجة لخلل في امتصاص الدهون في الجسم، ولكنه بيحصل للأطفال اللي بتتولد نقص في الوزن بيكون وزنها أقل من 1.5 كيلوغرام، ده ممكن يحصل لها نقص في فيتامين اي. من الطرق السهلة اللي تقدر تاخد بيها فيتامين اي إن أنت تضيف معلقة زيت من زيت القمح للأكل بتاعك، أو بتاكل لب أو بندق أو أي وسيلة من مصادر فيتامين اي من الوسائل اللي قلنا عليها كوسيلة للتسلية أو كوجبة إضافية. ده هيوفر في جسمك اكتر من 20 ميلي جرام، وده كمية اكبر من الكمية اللي جسمك محتاجها. اقولك على حاجة ملهاش دعوة بأعراض الزيادة خالص، كل ارنبيط، كل سبانخ، كل لب، كل بندق، اديها يا برنس. نوع من المصادر اللي انت بتاخدها من فيتامين اي، ليه بيئة تنويعك واختلافك من المصادر الغذائية اللي بتاخدها للفيتامين ده بيخليك تاخد فوائد الفيتامين بالصورة المثالية. تعاطي المخدرات والادوية والكيمياء عامة بتأثر على مستوى فيتامين اي في جسمك، فهيكون متاح جدا انها تعمل تفاعلات مع فيتامين اي في الجسم. خليني بس اقول مثال بسيط جدا، زي مثلا المضادات الحيوية، كتير مننا شايف ان هي عادي جدا باخدها كده في اي وقت وفي اي حتة وفي اي مكان، الكلام ده غلط جدا. احمد نجيب الدكتور يتحدث. المضادات الحيوية بتسبب قلق كبير جدا بالنسبة للناس اللي بتاخد جرعات عالية من فيتامين اي، وكمان بتأثر تأثير سلبي بالنسبة للناس اللي بتتعالج بالكيماوي. بالنسبة للناس اللي بتاخد مضادات تخثر مضادات صفائح دموية، فاستخدام فيتامين اي مع المضادات دي بيقلل من تغلط الدم وبيزود من خطر النزيف. أعراض الزيادة: الإصابة بالسكتة الدماغية، ألم في الرأس، إسهال، يمكن يحصل لك نزيف، وعلشان نوقف النزيف ده بناخد فيتامين كي، وهنتكلم بالتفصيل عن فيتامين كي في الحلقة الخاصة بفيتامين كي، وبيحصل لك طفح جلدي وضعف في مدى الرؤية. وفي النهاية عايز أقول لكم You are what you eat. لو انت وصلت معايا لنهايه الفيديو يبقى معنى كده ان المحتوى ده عجبك. لو عايزنا نكمل ما تنساش ان انت تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس، لان دي فعلا الحاجه الوحيده والدعم الوحيد لاي يوتيوبر في الدنيا. اشوفكم الحلقه الجايه.
you.